من قوة الضربة نتنياهو لأول مرة في حياته يهرول، عارف ما معنى يهرول؟ والله العظيم من مشهد فيديو وهو بيجري نحو الملاجئ. الهدف من الضربة هذا أنه الغطرسة يجب أن تتوقف، الغطرسة يجب أن تتوقف. يعني أنا لما أضربك بهذا الشكل معناته بين أقول لك أنت أصبحت تتمادى. السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام. طبعاً أمس الضربة الإيرانية، وسأتكلم عن موضوع الضربة الإيرانية، سأتكلم من حيث قوتها، أسبابها، أهدافها، كيف تم التنسيق. طيب قوتها، خلونا نقول قوتها. أنتوا عارفين من شدة قوة الضربة الذي صدمتها على فكرة العرب قبل الكيان، من شدة قوتها. وزي ما أعرض عليكم في الفيديوهات، طبعاً قد جمعت مجموعة فيديوهات على الضربات. ما زاد بقى بسيخ زي ده، مفلل لنا تليم. يو بشوت مفلل لنا تليم. ربما يحاولوا بعض الناس أن يكذبوا وأن يغالطوا وأن يمسرحوا مسرحية. من قوة الضربة نتنياهو لأول مرة في حياته يهرول، عارف ما معنى يهرول؟ والله العظيم من مشهد فيديو وهو بيجري نحو الملاجئ. وطبعا شوفوا ما نتنياهو يهرول لأول مرة في حياته ويستعد لياقته البدنية. طيب طبعا هذا بالنسبة لما حصل أمس. وكل من يدعي بأن ما بتقوم به اليمن وإيران وحزب الله والحشد الشعبي في العراق أنها مسرحية، عليه أن يعيد النظر في هذا، يعيد النظر في تفكيره. لأنه الآن إما أنك تحجز لك كرسي في من كراسي الشرف، وإلا اعتبر نفسك منافق من الدرجة الأولى للأمانة. من يدعي ويقول أن الضربات الإيرانية واليمنية والعراقية مسرحية، فليشهد التاريخ بأن ما يقوم به العرب من تطبيع وتطبيق للكيان، أنا أقول فيلم إباحي. إيران والعراق واليمن مسرحية، أنتم تأييدكم للكيان وتطبيعكم مع الكيان الناس إيش سموا؟ يجب أن أنتم تعرفوا أنه النفاق ما عادش طبيعي، ومعاه من للأسف الشديد معاه من النفاق العربي وصل إلى مرحلة معاه من بتنافق. يعني ما هو يا إما أنك تكون في 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 صف الشرف، أو أنك تكون إنسان منافق ومطبع ومطبل. وسيلعنك التاريخ وسيلعنكم التاريخ إلى الأبد. على العموم أنا طبعا بين نقول لكم وجهة نظري الشخصية، أنا ليس لي علاقة بمن هو ذو اتجاه آخر، لكن للأمانة أنا بين قدم النص، إما أن نكون أو لا نكون. زي ما بالنسبة للكيان، الكيان هو بيعتبر الموضوع بالنسبة لك كيان مصيري، يعني حرب مصيرية، مسألة بقاء. فبالتالي هو بيضرب بكل قبح وبيستخدم كل الوسائل القبيحة في ضرباته. طيب عن جيل موضوع أسباب الضربة، طبعا هي تراكمات. تخيلوا ليش إيران قررت أنها تضرب؟ كان كل الناس يقولوا باعتكم إيران، باعت الحزب إيران، باعت اليمن، باعت حلفائها. شوفوا أنا من وجهة نظري، خلوني أنا على الحياد،
من وجهة نظري ما تنظر لها الدول غير ما ننظر لها احنا يعني قاصر في تفكيرنا. فبالتالي خطط الدول واستراتيجية الدول وصبر الدول بتوصل لمرحلة الدولة بتستنبط كل الخيارات، فبالتالي ما عم معها خيار واحد الا انها تواجه. يعني على سبيل المثال تم الاعتداء على سيادة ايران ومخابراتيا وقتل هنية في عقر دار ايران، وكتم ايضا حسن نصر الله، ايضا اغتيال حسن نصر الله كان فاجعه، ايضا يعني السفير الايراني في بيروت عندما فجروا البيجرات الراجل راح نظره، وما هوش اعتداء على شخصه، هو اعتداء على ايران لانه بيمثل ايران وفي السفاره. ولا ننساش الاعتداء على القنصليه في سوريا، كان واحد من الكوارث الذي مما ادى الى انه ايران ردت على الكيان في حينه، لكن تراكمت 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 تراكمت، والان كل الناس كانوا مراهنين انه ايران ستبيع، ايران يعني حتتخلى الى اخره، ولكن للامانه ما حصل امس من مشاهد كان مرعب، مرعب بمعنى الكلمه. اذا كان مرعب لنا واحنا العرب، ما بالكم كيف حيكون وضع الرعب بالنسبه للذي في الكيان. طيب نجي لحكايه الفرق، شوفوا الفرق في الضربات. يعني لو اخذ اليمن، لما بيعتدوا علينا في الحديده وبيعتدوا علينا في مثلا، ما ضربوا؟ ضربوا مثلا اشياء مدنيه، على سبيل المثال اللي خزانه الوقود اللي تخص اليمنيين، ايضا معاكم اللهم صل عليك يا رسول الله محطة الكهرباء ومحطة الصليف وميناء الصليف، يعني أشياء تخص مدنية. لكن أيضا لاحظوا الضربة الذي وقعت أمس في الكيان من قبل إيران، ضربوا المطارات، ضربوا أماكن أمنية، ضربوا أماكن عسكرية، لم يضربوا أي أشياء تخص أو مدنية. طيب تعالوا نقارنها بالضربات ضربات الكيان. ضربات الكيان أنا أجزم وربما أنتم تتفقوا كلكم معي أنها لا أخلاقية. يعني عندما يضرب يضرب أحياء، عندما يقصف يقصف مباني بغض النظر عن اللي فيها طفل مش طفل، ولذلك 40,000 شهيد طفلة وامرأة في غزة. لما ضربوا حسن نصر الله وحبوا أنهم يختالوا اختالوا حي مربع كامل دفنوا، تخيلوا بمن فيه. يعني حتى لما فكروا أنهم يعملوا الهجمة السبرانية عبر البيجرات ما فرقوش من ماسكها، عسكري مدني، كانوا الكل يعني كارثة. فبالتالي هذا العدو عداوته وحربه لا أخلاقية، وهذا الفرق الذي أنا أشتي أوضحه. للأمانة الهدف أنا وصلت لمرحلة أنه الهدف من الضربة هذا أنه القطرسة الإسرائيلية يجب أن تتوقف، القطرسة يجب أن تتوقف. يعني أنا لما أضربك بهذا الشكل معناته بين أقول لك أنت أصبحت تتمادى، حربك لا أخلاقية، وبالتالي إذا تكررت الضرب أو تكرر الاعتداء أو 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 أو, أو لا ستقابل بضربات قاسمة وستقابل برد عنيف. يجب أن يعرف الكيان أنه لا السكوت لن يطول، السكوت لن يطول وسيتم الرد بأقوى قوة. يعني ايضا من ضمن الاسباب، ايضا اعود واذكر الاسباب، من ضمن الاسباب ايضا انه بداوا يفكروا في الزحف على 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 لبنان يعني بريا. فبالتالي للامانه كانت الضربه توقيتها مهم، وكان لابد منها، كان لابد منها. يعني في نهايه المطاف الى متى ستظل مثلا محور المقاومه يتفرج على برئاسه ايران؟ الى متى سيظل يتفرج؟ فبالتالي كان لابد من الضربه حتى يتم كبح جماح القطرسه اليهوديه. السلام عليكم ورحمه الله، ذا ما عندي، تحياتي.